السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة والأخوات، كل عام وحضراتكم بخير، ولقاء جديد من لقاءات مجتمع الإنترنت الرقمي. ولقاء اليوم هو من أهم اللقاءات التي يهتم بها جميع العاملين على شبكة الإنترنت، يعني كل من يتحرى العمل الحلال لا بد أن يستمع إلى محاضرة اليوم، لأن كثير من المستخدمين والعاملين على شبكة الإنترنت الحقيقة بيقعوا في أخطاء جسيمة وبيقعوا في محرمات كثيرة دون أن يعلموا، حتى لا يعني نظلم من يعني يقع في هذه الأشياء دون أن يعلم. لذلك اليوم إن شاء الله معنا فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور الشيخ محمود عبد العزيز العاني، رئيس مجلس علماء العراق ورئيس لجنة الفتوى بمجتمع الإنترنت الرقمي. و يعني الأستاذ الدكتور محمود عبد العزيز العاني يعني الحقيقة من العلماء اللي اتكلموا كثيرا في هذا الموضوع، موضوع البيع والشراء والعقود البيعية ومشاكل التسويق وأنواع التسويق وخلافه. لذلك اليوم إن شاء الله سوف نلقي الضوء على بعض الإشكالات التي تتم على شبكة الإنترنت، وخصوصا التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني. ويشرفنا ويسعدنا وجود الأستاذ الدكتور الشيخ محمود العاني، وشرفنا بسيادتك سيادة الدكتور، ونسعد بحضرتك اليوم إن شاء الله. مرحبتين، لي الشرف بصحبتكم وانتساب إلى هذا المجتمع. جزاك الله خير أخوي الدكتور خالد. الله يكرمك دكتورنا الحبيب، الله يخليك يا رب. هو دكتور، بس سؤال، الفيديو بتاع سيادتك يعني مش ظاهر عندي، هل حضرتك عامل صورة ولا لاغي الفيديو؟ تمام كده ظهر. نعم، حتى نرى وجهك الكريم يعني. الله يرضى عنك. حاضر. الله يكرمك، الله يخليك يا رب. طيب سيادة الدكتور، هنبدأ مع بعض إن شاء الله في بعض الأسئلة. هل سيادتك تحب الأول تلقي الضوء على شيء معين قبل الأسئلة، ولا نسأل وسيادتك تجيب؟ نعم، ممكن مقدمة مختصرة إن شاء الله. تفضل سيادة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح علينا فتوح العارفين. مرحبا بكم إخواننا الأعزاء الذين يستمعون الآن والذين سيستمعون بعد التسجيل. موضوعنا اليوم موضوع إسلامي شرعي، يعني يبحث في الضوابط الشرعية للحلال والحرام فيما يتعلق بالعمل على الإنترنت. العنوان اللي أنا الحقيقة أعطيته للسيدة شهيرة عنوان أعرف أنه عام، يعني في الدراسات الأكاديمية لا يقبل مثل هكذا عنوان، لأنه عنوان كبير يعني يصلح لدراسة واسعة، فهو أكبر من محاضرة اليوم. فهو لكن سنة يعني نلتقط أهم المسائل أو المسائل الشائعة، وبإدارة دكتور خالد إن شاء الله، أو إذا أنا تذكرت شيء يعني لم يتطرق له دكتور خالد، أسئلتكم أيضا فيما لم يتذكره دكتور ولا أنا، أسئلتكم أيضا راح تفتح أبواب ل يعني موضوعات مختلفة وشتى. مثل هذه العلوم إخواننا الكرام هي ليست للإطلاع، يعني تكون حجة على من علمها إذا لم يلتزم، لأنه الأحكام الشرعية يراد بها الالتزام. ومن نعمة الله على أخونا العزيز دكتور خالد وشركته والمجتمع الرقمي، يعني أنا أعرفه من 3 سنوات الدكتور، بين فترة وفترة يوجه أسئلة شرعية. أعضاء اللي كانوا معنا في الجروب كثيرا ما كانوا يوجهون أسئلة شرعية، معناه هم حريصين على عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية. ما سأقوله في هذا الجلسة أو في المستقبل أي واحد يسألني إن شاء الله أكون أمين،
الشيء الذي هو راجح وفيه خلاف سأقول يعني أبين لكم أن هذه المسألة فيها خلاف. يعني لما أنا مقتنع أن هذا حرام يعني ممكن غيري يقول حلال، لكن أنا مثل يعني عندنا يعني فت قواعد بالإفتاء أخواننا يعني يكون نفهمها، لا يجوز للمفتي أن يفتي بشيء هو يقتنع أنه على خلاف الراجح، فلكن يجوز له بل يستحب أو أنا أعتقد واجب، أنا أوجبته على نفسي على الأقل أن أبين له أن هذه المسألة هناك من يجيزها، وكذلك العكس. العكس يعني لو قلت أنه جائز من الأمانة أن أبين أن هناك من يحرمها. مثل هسه الأخ سأل عن دي أكس أن مثل أحد يعني مسألة خلافية، أنا لي موقف شخصي منها لكن هي المسألة خلافية خلاص، يعني هناك من يجيز ومن من لا يجيز. هذه أحب يعني نفهم يعني الخلاصة أن الموضوع كبير لن نستوعب في هذه الجلسة كل ما كل ما يعني نحتاجه، ولكن بمرور الزمن إن شاء الله تتجدد محاضرات أخرى. الشيء الثاني أنه إنوي من الآن نية بينك وبين الله أن تطبق أحكام الشرع وأن تسمع وتطيع لله سبحانه وتعالى في المسائل المجمع عليها، أما المسائل المختلف فيها يعني تريد تأخذ بقول من يفتيك يعني أو تستفي قلبك في المسائل المختلف فيها. الشيء الثالث الذي أحببت أن أذكره أخواننا يعني أني سأكون أمينا على ذكر أي خلاف في المسألة، يعني إذا أكو رأي مخالف لما أراه أنا الفقير إلى الله سأبينه لكم إن شاء الله تعالى إن شاء الله. ويتفضل سيادة الدكتور وحاضرين إن شاء الله للمحاورة. الله يكرمك، جزاكم الله خيرا دكتورنا الحبيب على هذه المقدمة الرائعة. طيب دكتورنا، يعني طبعا أنا كالعادة مع سيادتك لا يعني لا أحضر يعني بالورقة والقلم أسئلة، لكن المواضيع تأتي مع النقاش إن شاء الله. أول يعني سؤال، يعني أنا شايف أن جميع الإخوة المشاهدين عاوزين يعرفوا هو شرعية البيع على الإنترنت عموما والتسويق الإلكتروني على الإنترنت. هل البيع على الإنترنت أولا قبل ما ندخل في موضوع الدروب شيبينج والأفليت والتسويق الإلكتروني والتسويق الشبكي وهذا الموضوع، الأول العمل على الإنترنت عموما هل هو جائز شرعا أم هناك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل الدخول لعالم الإنترنت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالجملة العمل على الإنترنت صحيح، عقود البيع والشراء صحيحة، عقود الزواج فيها خلاف، منهم من أجاز العقد، أقصد مو التعارف والمقدمات، العقد عقد الزواج فيه خلاف بين العلماء بعض، والراجح أنه عقد الزواج مبني على الاحتياط، لأن ربما شخص يمثل شخص آخر، أن هناك تمثيل بالصورة والصوت وهناك برامج خداع وما شابه يعني يسوي مشاكل. لكن إحنا خلينا نرجع إلى القضايا، العقود المالية جائزة. أنا لم أطلع على أي خلاف في جواز العقود المالية على الإنترنت أو من وراء حجاب، سواء على الإنترنت أو بالتليفون، إذا تأكدت أن هذا هو الشخص المعني. وهناك طبعا أحكام شرعية تتجدد بسبب أن هذه الوسيلة فيها أشياء كثيرة، من جملتها عدم رؤية السلعة، يعني الرؤية الحقيقية المباشرة إنما رؤية الصورة، يعني أشياء كثيرة تجعل أحكام خاصة للإنترنت. طيب يعني أنا النهاردة لو أنا عندي مصنع أو عندي مركز تدريب وبنعرض المنتج بتاعي على موقع على الإنترنت وأنا ضامن إن المنتج موجود عندي في المصنع وحاطط صور للعالم يشوفوها، الناس ما شافتش المنتج اللي عندي في المصنع لكن أنا عندي مصنع وبظهر صوري على الموقع، هل هذه فيها مشكلة؟ ليس فيها مشكلة، هذا يسموه بالفقه القديم البيع بالنموذج. يعني شوف يرى نموذج، مو أكو فد موضوع يعني الفقهاء يدققون به، هو الرؤية، رؤية المبيع.
نعم. الحمد لله الحنفية عندهم سعة في هذا، يجوز أن تشتري شيء لم تره لكن لك خيار الرؤية بعد الرؤية. الآن الصورة إذا حشاك ما بها يعني مونتاج يعني يغير ملامح المنتج. أيضا هناك أشياء لا يمكن أظهرها بالصورة، مثل يعني الجهاز يعني كيف الشغل ماله كيف، يعني يحتاج شرح أكثر يعني وتجربة أكثر. فالبيع بالنموذج جائز، وطبعا رؤية الصورة هي مقدمة. هذا يجي بعدين يعني شيخ أستاذ الكريم، لابد بعض السلع مع الصورة لازم يكون هناك وصف لما يحتاجه المشتري في العادة، يعني يذكر أوصاف يعني مثل ما يعني جنابك أنت عارف الموضوع والأخوة يعني ما تغيب عليهم إن شاء الله. تمام. يعني هو اختلاف بسيط أو مش هنقول اختلاف قوي بقى في الدروب شيبينج. طبعا حضرتك أستاذنا ودرست معانا الدروب شيبينج والأفيليت، وسيادتك طبعا يعني أكتر واحد ممكن تفيدنا في هذا العلم لأن أنت درست معانا هذا العلم، وسيادتك نعم. موجود معانا رئيس لجنة الفتوى في مجتمع الإنترنت الرقمي ومنغمس معنا داخل هذا العلم وتعرف كل جوانب هذا الموضوع. لذلك كثير من الأسئلة اللي بتجيلي بخصوص الدروب شيبينج اللي هو تسويق منتج الغير مقابل عمولة أو تسويق خدمة الغير دروب سيرفيسنج مقابل عمولة. أنا ما عنديش هذا المنتج، لا أملك منتج ولكن أملك العلم فقط، أنا أخذت دورة أو درست موضوع معين وبدأت إن أنا أذهب إلى مصنع وأسوق لهذا المصنع مقابل نسبة، فأنا بعمل له موقع أو بعمل له صفحة على الفيسبوك أو بعمل له صفحة على الانستجرام وبحط الصور بتاعة المصنع عندي على صفحتي وأبدأ أسوق في سبيل لو حد جالي بحوله للمصنع وأنا أخد نسبتي. طبعا في تعاقدات بتتم، في عقد بيتم أونلاين أو بيتم عن طريق صاحب المصنع وعن طريق المسوق الإلكتروني. هل هنا يعني طبعا هناك حديث على ما أذكر يقول إن يعني لا يجوز بيع ما لا تملك، يعني هل هنا النظام الدروب شيبينج هو بيع ما لا أملك ولا يجوز شرعا؟ لأن 90% من العالم والشباب شغالين بهذا النوع، فما شرعية هذا النوع من العمل على الإنترنت سيادة الدكتور؟ نعم، هو الأصل الإشكال الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لذلك لا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك. لكن هذا فيه استثناءات، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع السلم، فبيع السلم أنك تبيع شيء هو ليس موجودا عندك، اللي هو تعهدات التجهيز، يعني مقاول متعهد يتعهد بتجهيز سلعة معينة لطالبها، تجهيز دولة، تجهيز شركة إلى آخره، فهو هذا السلم، وإن شاء الله نتكلم عنه، أعتقد ضروري نتكلم عنه بهذا اللقاء إن شاء الله. أكو نوع ثاني أبيع شيء ليس عندي، هو الوكالة، أكون وكيلاً عن المالك. أيوة. في البيع. تمام. لما تكون العمولة محددة راح أروح على الأفليت، خوف يعني النطق مو دقيق يعني. تمام مضبوط، أفليت صح. نعم. لما يكون العمولة ما محددة من قبل مالك السلعة وإنما يقول له عليك أنت عليك بهذا السعر وكل ما زاد فهو لك، أجازه الحنابلة والمالكية ومتأخرون من الشافعية أيضا أجازوه. الشافعي نفسه رحمة الله عليه أبو حنيفة لم يجيزوه، قالوا لأنه أجرة مجهولة، يعني مثل يقول لها عليك ب10 دولار بيش ما تبيع زايد لك، ربما الزايد يعني بيعه ب11 ربما ب12 ربما ب13 اعتبروها أجرة، لكن هي في حقيقتها هي عقد مختلف عن الأجرة، يعني هي وكالة بجعالة، وهذه الجعالة يغتفر، الجعالة يغتفر فيها اللي احنا بالعامية نقول أو اللغة الشائعة المكافأة. احنا بنشوف جعالة أو جعالة بالفقه الإسلامي بكتب الفقه المقصود بها المكافآت أو الجوائز، كل ما يتعلق بالجوائز والمكافآت هي
تلقى أحكامها في باب اسمه باب الجعالة. فالمهم المفتى به والمختار الفتوى هو جواز أن يقول المالك لوكيله هي عليك بعشرة، يعني شنو عليك؟ يعني مو تملكها، يعني مو تشتريها، إذا اشتراها خلاص صارت ملكه وباعها ما بيها خلاف بالضبط. لكن هي تبقى عندك، كل شيء فوق العشرة دولار هو يعتبر ربح لك أنت، المهم تجيب لي عشرة دولار. فهذا أغلب الدروب شيبينج يكون من هذا النوع، أنه يتفق مع المجهز، يصحح للدكتور إذا أنا غلطان، يتفق مع المجهز سواء مصنع أو تاجر جملة أو أي شيء أو حتى المفرد، أن يكون دروب شيبينج يسوق بهذه الطريقة. لكن هناك طريقة ثانية أنه لا يتفق، يعني هو المجهز ما يدري بي أنا دروب شيبينج، أنا أسوي أحط نفسي دروب شيبينج. هذه لازم نرجع إلى أحكام السلم، وإذا يعني سياق الحوار يسمح يعني أبدأ ببيان أحكام السلم ولا؟ طبعا أي يعني لو طبعا أكيد لو أحكام السلم لها علاقة بالدروب شيبينج نعم نستفيد طبعا. نعم، الشائع في الدروب شيبينج هو أنه أروح أتفق مع، خلينا نقول موقع اللي يعرض هاي البضاعة أو المصنع، ونتفق أنا وياه على هاي الصيغة. هذه قلنا جائزة على المختار للفتوى، ليس فيها نهي صريح وواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما فيها أنه بعض الفقهاء قالوا كأنه راح يصير الأجرة مجهولة، يعني ما محددة بين الطرفين، لأنه لا هو مشتريها، إذا مشتريها خلاص صارت ملكة بعشرة دولار يبيعها ويربح عليها، لكن هو ما مشتريها ما يملكها، ما زالت ملك لشخص آخر، فهو وكيل بالأجرة. الأجرة لازم تكون محددة عند بعض الفقهاء فذا. لكن طبعا بالمناسبة احنا مشهور على الحنابلة التشدد، أيسر المذاهب في الأحكام المالية هو مذهب ابن حزم الظاهري ومذهب أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. السبب أنه ما ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلص هذا حرام، ما لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في العقود عندهم هو الجواز. هذه الطريقة الشائعة. لما ذكر أخونا أستاذنا الدكتور خالد في محاضراته في أكثر من موقف ذكر هذا النوع، حقيقة هناك نوع آخر، أنا أفتش في الموقع فرضاً أروح على علي بابا وشفت بضاعة عجبتني تأكدت من صاحبها، أنا أصير أعرضها للبيع، أخذ الصور أخذ المواصفات وأعرضها للبيع. هذا يكون بيع شيء يسموه بيع شيء موصوف في الذمة بشروط طبعا. أول شرط أن يحدد الجنس والنوع والوصف بطريقة تنفي الجهالة، يعني بعدين ما يصير تنازع وخلاف بعد الاستلام. الشيء الثاني أن يكون موجودا عند الاستحقاق، يعني لما أنا أحدد له أقول له اتصلك بعد 15 يوم لازم أنا أكون ضامن وجودها سواء عند هذا المصنع أو عند غيره، يعني الذي يعمل هذا العمل يجب أن يكون عنده خبرة بتجهيز هذه السلعة من عدة مصادر بحيث يأمن من الانقطاع. يعني ما أدري عاد كلامي واضح ولا لا؟ طبعا يعني طبعا. مو يجي فد يوم، يعني يأتي يوم من الأيام وإذا هذه السلعة ما موجودة عند هذا المصنع، أنا لا، يعني عندما أعمل بهذه الطريقة أكون متعهد تجهيز بضاعة جملة سواء أو مفرد، ما يجي يوم يعني أروح أشوفها مخلص، يعني الكمية نفدت وانتهت وما موجود، يجب أن يكون هناك موجود يعني بدائل لها في مكان آخر. ممتاز. يعني أو في الغالب مثل الشركات الكبيرة نادر جداً أن تكون، يعني إذا تعرض هي مثلا منتوج معين من النادر أن تروح وما تلقى عندهم، هو في بعض محدودة. تمام دكتور. نعم. أستأذنك في بس ردا على هذه النقطة، في بعض الشباب بيعملوا في يقول لك الدروب شيبينج ده أن أنا أدخل على أي موقع زي مثلا إي باي أو أمازون أو علي إكسبريس أو غيره وأخذ الصور وأحطها عندي على صفحتي بدون ما أستأذن صاحب المصنع ولا أتفق معاه ولا أعرف نسبتي ولا أعرف شيء، هو بياخد صور من على الإنترنت ويحطها عنده وخلاص.
فهل هذا يجوز؟ إذا كان يعني يأمن من الانقطاع، يعني بمعنى متأكد أن يدبرها منه أو من غيره. هذا شو الموضوع؟ يعني موجود يعني... غيره. مثلا حنطة وشعير و... وسكر، يعني الأشياء عند... ممكن يوفره عند أي حد. نعم بالضبط. هذا يعني هو يقول أن يكون موجودا عند الاستحقاق غالبا. هذه من شروط السلم. أي نعم يجوز دكتور إذا كان متوفر به شروط السلم، وهذا أحد الشروط. يعني مثلا لو كانت بضاعة لا يصنعها إلا هذا المصنع، لا ما يصح بهذه طريقة السلم، لأن يجوز أروح عليهم أطلبها يقولوا لي ما موجودة، أو يعني جاء قبلك ناس أخذوها وخلص نفدت الكمية. ممكن يعني. واضح دكتور؟ نعم. يعني موضوع ان واحد يدخل على اي موقع ياخد صور ويحطها على موقعه او يسوقها، ده جائز بدون ان يستأذن صاحب المصنع، او بدون ان هو يعمل تعاقد معاه او يعرف نسبته؟ هو شرط ان لا يقول انه هاي البضاعه من المصنع الفلاني. ايوه. وان يكون لها امثال في اماكن اخرى. ايوه تمام، عشان يضمن توفرها. بالضبط، يعني يكون او قادر على يعني توفيرها سواء من هذا المصنع او من غيره. هم حتى قالوا لا يصح ان يكون السلم من مصدر معين. كمان يعني. يعني السلم اللي هو بدون استئذان، هو من صار استئذان صار وكيل، هاي القسم الاول اللي ذكرناه. ايوه. وكيل يعني السلم والزايد الاصلي بدون استئذان. هذا يستأذن هذا الوكيل، أما بدون استئذان هذا سلم. والسلم جائز شرعاً. السلم جائز على أن لا يكون من مصدر معين. تمام. وطبعاً أن لا يكون نيته النصب. يعني راح أتعهد بتجهيز بضاعة وبعدين تطلع ما موجودة. أيوة تمام. لأن فعلاً في أسئلة كثيرة جت بخصوص هذا الموضوع، لأن في ناس، وأنا الحقيقة في بعض الأحيان كنت يعني أنا خوفا عليهم كنت بقول لهم لا يجوز، يعني ده يجوز اقتصاديا، يعني مش شرعا، يعني لا يجوز. الطريقة العملية الأحسن إن أنت تستأذن من صاحب المصنع، وإن أنت تعرف العقد بتاعك وتعرف نسبتك وتعرف وتاخد الصور الحقيقية اللي عنده وتاخد المواصفات والتفاصيل وتسوق الكلام ده بعد الاتفاق مع صاحب المصنع أو تاجر الجملة. انما شرعيا سيادتك وضحت النهارده ان هو يجوز ان انا اخد يعني بعض الصور لبعض المنتجات بشرط ان هي تكون متوفره في اكثر من مكان عشان اضمن وجود هذا المنتج. تمام. هنا يعني وان كان قد يكون اصطلاحا ما يسمى دروب شيبينج، لكن هو يحقق نفس الغرض، انه انا ما اريد اخزن واشحن. بالضبط. نعم بالضبط. جزاكم الله خيرا، يعني وضحت نقطة الدروب شيبينج والسلم، إن هذا الموضوع الحقيقة كان بيؤرق كثير من الشباب، وخصوصا أهل الجزائر الحقيقة. يعني الجزائريين محرمين الدروب شيبينج، يعني يقول لك ده حرام وده بيع ما لا أملك وده كذا. فيعني النهاردة الموضوع أظن واضح لكثير من الشباب وكثير من الدول، ويستطيعوا إن هم يشتغلوا بهذا الأسلوب ويحققوا أرباح حلال إن شاء الله. طيب دكتورنا، الجزء الثاني من الأسئلة هو التسويق. يعني طبعا في فرق بين التجارة والتسويق في عالم الإنترنت. التسويق الحقيقة في أنواع كتير، زي التسويق الأرضي اللي هو التقليدي، التسويق المباشر، التسويق متعدد المستويات اللي هم بيسموه التسويق الشبكي، وفي التسويق الإلكتروني والتسويق الفيروسي، وأنواع كثيرة جدا من التسويق. لكن الإشكال هنا، لأن أنا بيجي لي أسئلة كثيرة جدا عن ناس بتقول أنا في ناس اتصلت بيا وقالوا لي ادفع $1,000 وادخل معانا في شبكة كذا وادخل معانا تسويق كذا، بس لازم تدفع $1,000 الأول وتاخد منتج وبعد كده تخش الشبكة وتبدأ تسوق للغير، وتجيب ناس يدفعوا $1,000 عشان تاخد نسبة، والتسويق الشجري والتسويق الهرمي والحاجات اللي سيادتك يمكن أكيد طبعا أفتيت فيها كثيرا في هذا الموضوع. فما يعني شرعية هذا النوع من العمل؟ يعني
هل في نوع منه حرام ونوع منه حلال ولا كله حرام تسويق الشبكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العفو أخي، التسويق الشبكي العقدة مالته، يعني العقدة أو السبب اللي يجعل الموضوع مختلف فيه أو بإشكال شرعي، هو اشتراط دفع مبلغ أو شراء بضاعة قبل التسويق. يعني أنا سألت بعض الشبكات التسويق، قلت لهم أنا أجيب لكم زبون يشتري منكم تعطوني مكافأة؟ قال لا، إلا أنت تشتري أولاً حتى تدخل بالسيستم. بالضبط. هذا أنا سأدعو آخرين أيضاً يشترون حتى يدخلوا بالسمسم وبالسيستم. نعم. العفو بالسمسم أيضاً. والجيل الثالث أيضاً راح يشتري من أجل أن يدخل في النظام في السيستم وتستمر، فيكون هناك شراء بغير وعي أو شراء من أجل التسويق. الفائدة. نعم. لو خلى من شرط الشراء أو دفع مبلغ معين، يعني ما يدفع اشتراك ولا مجبور يشتري سلعة، فاتحين تسويق، يعني كون التسويق شبكي ليس هو المشكلة. يعني قصدي بمعنى لو قالوا أي واحد يجيب لنا زبون إلى مكافأة 10%، والزبون ماله إذا جاب زبون لك من زبون الزبون، يعني الجيل الثاني مثلا. نعم. 5% ومن الجيل الثالث 2.5% مثلا. نعم. هذا مو هذا هو سبب التحريم، كما يعني صرح بعض الأخوة، يعني هم مشايخ أفاضل، قالوا لأنه أنت ذا تأخذ جهد غيرك. لا، هو الموضوع ليس هكذا. هو من الشركة مكافأة، اسمحوا لي بس أخلي على الشحن. تفضل. بدأ يعطيني إنذار. تفضل، خذ راحتك يا دكتور. نعم. خذ راحتك، يعني اقعد براحتك. يعني إذا هو يعطيني مكافأة الزبون اللي أنا دليته، أو يعني وعلى الزبون اللي هو تلميذي، خلينا نقول هو جابه وتلميذ تلميذ جاب، مو المشكلة هنا. المشكلة أنه في التسويق الشبكي يقول لك ما تدخل ضمن هذا النظام إلا تشتري أو تدفع اشتراك. وهذا شو الموضوع؟ هذا يسوي خلل فيه أضرار. طبعا صورة التسويق الشبكي صورته تدخل في باب الجعالة، والجعالة جائزة، يعني مكافأة تسويق، مكافأة أنك جبت لي زبون إذن أكافئك. نعم. وهذه طريقة هذه المكافأة صيغتها بأي صيغة تكون لا مانع شرعا، لكن المآل أو النتائج التي يؤدي إليها اشتراط الشراء أو اشتراط دفع مبلغ اشتراك قبل التسويق، هذا يعني يصير بثغرة تسمح بالنصب والاحتيال، ولها آثار اقتصادية سيئة، ويكون الأجيال المتأخرة ستجد السوق مشبعا ولن تجد من، يعني لا يجد من يشتري منهم. صحيح. بهذه الطريقة يعني. تمام. ومشي الموضوع. إيه. يعني الـ 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 لو التسويق الشبكي اتعمل بطريقة إن أهلا وسهلا تعال سوق المنتجات اللي عندي، اختار الصور زي اتعمل زي بالضبط الدروب شيبينج، تعال اختار الصور اللي عندي وسوق وهات ناس وخد نسبتك بدون اجبار ان انا لازم اشتري منتج ب $500 ولا $1,000 في الاول. نعم. ده كده ما فيهوش مشكله اعتقد نهائيا، ولا يدخل ضمن الخلاف في التسويق الشبكي. تمام. ولو في اجبار في الدفع، خصوصا ان في بعض الشركات بتدفعك ثمن المنتج يعني أضعاف مضاعفة للمنتج اللي هو نفس المنتج بيتباع بره في المحلات مثلا ب $500، هو يدولك ب $2,000 عشان تدخل الشبكة، ويدي لك نسبة عالية عشان يغرر بيك. لو يجي هنا بند الغرر يقول لك تعال خد على، يعني أول واحد خد $500 وهات واحد بس. فهنا بقى يجي الشيطان يلعب في دماغ الإنسان، يعني أنا لو جبت اتنين أخد $1,000
وبعدين اخد كمان 200 على الثاني و100 على الثالث وبتاع، يفاجئ ان هو يقول لك انا هجيب عربيه بعد شهر او سياره بعد شهر. طبعا يعني هذا النوع زي ما سيادتك قلت هو يعني انا قريت كتير يعني ان هو في غبن فاحش وفي غرر وفي يعني اشياء كثيره تحرم هذا النوع. انما عشان نحاول ان احنا نبسط للناس اللي بيسمعونا، تمام، بنقول ان لو التسويق الشبكي، شركات التسويق الشبكي بتقول لك تعالى سجل عندنا وسوق لمنتجاتنا دون اجبار دفع المنتج في المقدمه، يبقى كده جائز شرعا ان شاء الله. تمام كده؟ نعم 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 تمام. بس للامانه يعني التسويق الشبكي فيه ثلاث اتجاهات او ثلاث مذاهب، نعم، المعاصرين منهم من اطلق الجواز، يعني مجموعة مشايخ قالوا هو جعالة والجعالة جائزة وهذه مكافأة، هم نظروا إلى صورة العقد. المذهب الثاني وأكثر المجامع الفقهية على هذا الاتجاه هو التحريم التسويق الشبكي، يعني عموما بتعريفه الدقيق، بتعريفه الدقيق اللي هو أنه أشترط عليك إما تدفع اشتراك أو أشترط عليك تشتري أولا قبل ما تدخل تسويق. هذا هو التسويق الشبكي، أي حرمه مطلقا. المذهب الوسط قال هو التسويق الشبكي صورته جائزة لكنه فيه مآل، أنه ساعة مثلا $500 سوي $5,000 أو هي تسوى $100 سوي $1,000، فكأنه راح يصير بها أنه تغرر بالناس الآخرين أن يشتروا شيء بأكثر من قيمته. فإذا كان السلعة بسعر معقول وهي نافعة يعني يمكن أن تطلب لذاتها وليس للتسويق، بحيث بالضبط بحيث أن هذا المسوق لما يشتري هاي السلعة وما يلقى أحد يستجيب له بالتسويق ما راح يخسر شيء، لأنه اشترى سلعة واستفاد نافعة بالسعر المعقول بالسعر المتعارف عليه بين أهل الصنعة أو أهل العرف التجاري. واضح شلون الموضوع؟ نعم. اختيار الفقير إلى الله هو هذا. لذلك يعني حتى اختصر بدربي أو أضرب عصفورا بحجر، سؤال الأخ عن DXN منتجات نافعة، أنا بحثتها يعني قبل ما أعرف الشركة، سبحان الله، يعني كنت أبحث عن طرق تجهيز الغذاء الغير تقليدي، فكنت أبحث عن أنواع الفطر وبعدين أنواع الطحالب، سبحان الله، فكانت تجيني وجمعت معلومات بعدين يعني طلعت على الشركة. فبضاعتها نافعة مقصودة لذاتها، يعني يمكن إنسان يشتريها بدون تسويق وينتفع بها، أسعارها معقولة بالمقارنة مع أسعار علي بابا مثلا اللي هي سعر جملة، يعني كسعر مفرد يعني تقريبا 3 أضعاف سعر الجملة، لما يكون واصل إلى بيتك يعتبر سعر معقول. وكل واحد أبو تجربة يعرف هذا الموضوع. لذلك يعني الفقير اللي اخترت أنه إذا كان بهذه الطريقة، يعني بضاعة نافعة لذاتها، يعني بحيث المسوق لو ما لقى أحد يستجيب له يدخل ضمن ويا بنظام التسويق ما راح يخسر شيء، لأنه دفع مبلغ بالزبط مناسب لسلعة مناسبة بالزبط. هذا جائز، هذا يعني المذهب الثالث، تحريم مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل. ممتاز. يعني مثال ايضا مبسط للاخوه، لو واحد دخل اخذ دوره في مركز تدريب وبعد ما خد الدوره عجبه الدوره اللي خدها او الكورس اللي اخده وطلب من صاحب المركز ان هو يسوق له ويجيب له طلاب مقابل نسبه، فاعتقد دي برضه ليس فيها حرج يعني. نعم. هل يضاف على كلفه الدوره اضافات من اجل التسويق ولا هي بسعرها؟ والله هو في نوعين سيادتك تعلم، يعني ممكن صاحب المركز التدريب يقول له والله الدورة $100 أنا هدي لك 20% بس سوق بنفس القيمة، وممكن يقول له أنا هديها لك ب50 وأنت حط اللي أنت عاوزه. إيه سليمة، هذه إن شاء الله سليمة يعني. نعم ممتاز. نعم. جدا، على بركة الله. طيب أنا يعني موضوع الأفليت، لأن الحقيقة وخلينا نركز في الأفليت على بعض الأشياء اللي جات لي الحقيقة ناس بتقول، مثلا اليوتيوب، لو واحد عامل
سلسله فيديوهات على اليوتيوب، او دلوقتي الفيسبوك بيعمل فيديوهات على الفيسبوك ويعمل اشتراك في الاعلانات اللي هو اليوتيوب بارتنر او اليوتيوب ادز اللي هو الاعلانات، في سبيل ان كل حد يدخل الفيديو بتاعه ويشوف الاعلان ياخد فلوس. في بعض الاعلانات فضلت الدكتور بتيجي، يعني مثلا تيجي لك مثلا منتجع سياحي، يعني شركه امريكيه بتسوق لمنتجع سياحي، وعفوا يعني بتلاقي بنات في البحر العين خالص، يعني مايوهات بالكيني ومش عارف ايه، فانت بتخلي الناس اللي بيشاهدوا الفيديو بتاعك فجاه يتقطع الفيديو ويجي اعلان ويشاهدوا العري وهذا الموضوع. فهل الفلوس اللي بياخدوها من اليوتيوب من وضع هذه النوعية من الإعلانات على الفيديو جائز شرعا أو حلال شرعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخواننا الكرام، يعني هو أكو بعدين تذكروني، خاف أنسى، يعني تفصيل الصور اللي تعرض الأحكام بعض التفصيل، بس إحنا نتكلم عن، نفترض أنه هذا الإعلان محرم، نفترض هذا الإعلان محرم كإعلان عن مثلاً بضاعة محرمة أساساً، أغنية، أغاني، مغنية، مش عارف إيه يعني. تمام، بالضبط، عاشتيتكم. إذا كان اللي يضع القناة، أنا سمعت الحقيقة وأريد أتأكد، يعني سمعت من ناس يقولون عن تجربة أنه ليس لك خيار إذا كان عندك قناة يوتيوب أن تحجب الإعلانات مطلقاً، لأن إذا فعلت الإعلانات يعطوك نسبة من الربح، وإذا ما تفعل الإعلانات هم يطلعون إعلانات ويأخذون الربح 100%. هل هذا صحيح؟ نعم. يعني أنت إذا مجرد ما تخلي قناة يوتيوب هو راح يطلع الإعلان للأسف، شئت أم أبيت. للأسف، يعني بيبقى طبعاً الأيام الأخيرة دي كمان بيحاولوا يستغلوا أي شيء عشان يعملوا فلوس، اليوتيوب والفيسبوك والناس دي أي حاجة. نعم. يعني إنما في فلتر، يعني موجود فلتر، ممكن أقول مثلاً أحط كلام معين، هذا الكلام ما يطلعش عندي في الفيديو، لكن أنا مش هقدر أختار مليون كلمة يعني. صدقت. يعني نعم. مثلاً ممكن أنسى أقول مثلاً لبس البحر أو إن هو المايو أو مش عارف إيه، مش يعني مش كل ده لازم يتكتب، فأكيد أنا مش هقدر أكتب كل الكلام، فأنا مجبر إن أنا بيطلع يعني إعلانات بالغصب عني يعني. نعم، أنا قصدي ما دام إذا هذا صحيح أنه يعني لا يمكن حجب الإعلانات جملة، يعني أقفلها كلها، هم يعني يطلعون الإعلان ما منها شارة، لكن هناك فلترة فقط، إذن أصبح الإعلان ليس من مسؤولية فاتح القناة أو اليوتيوبر، أصبح الإعلان في ذمة الشركة اللي تطلع الإعلان، لأنه إذا طلعته على المحتوى مالي أو طلعتها على محتوى شخص آخر، خلص أن الأمر يعني خارج إرادتي. نعم. فما يتحمل مسؤولية تفعيل إعلان. إحنا قبل يعني نقول يحجب الإعلانات ويقدر يستفيد من، يعني هي روابط الأفليت وغيرها. نعم. أو يروج لشركة معينة، ولا سيما يعني أكو ملاحظة أنه مكافآت أو عمولة اليوتيوب وبشكل عام يعني أدسنس وغيرها يعني هزيلة وضئيلة جدا. لا، في يعني ناس بتعمل آلاف الدولارات، يعني حقيقة في ناس عايشة بس على هذا النوع، يعني ناس فتحة بيوت من بس من فلوس اليوتيوب وفلوس الفيسبوك وفلوس جوجل أدسنس وكليك بانك الأفليت. في شباب خصوصا مصر والمغرب، المغاربة والمصريين بيعملوا ملايين، قاعدين شغالين كويس جدا يعني على موضوع الافليت، يعني يوتيوب بيطلع فلوس كويسه جدا يعني قصدك يعني مثلا اذا كان يعني المليون مشاهده تحصيلها يعني ما هو تقريبا اليوتيوب مثلا الألف مشاهده تقريبا حسب ما اخر احصائيات بيعمل تقريبا $6. تمام. فلو في عندك مو يعني بالبلاد العربية. نعم، بالبلاد العربية موجود هذا الشيء. نعم طبعا، العرب كلهم شغالين، كل السياسيين اللي موجودين على الساحة، وفي ناس بتحط قرآن كريم
مثلا للطبلاوي وعبد الباسط وبتاع عشان يجيب ويعمل لها اعلانات عشان عليها مشاهدات كثيره جدا. فيروح يحط يعمل القناه فقط ويحط الناس اللي بتقلد القران اللي بيقلدوا المشاهير وبتاع عشان يجمع مشاهدات كثيره. فبيحط وبعدين بيعملوا الاشتراك في يوتيوب بارتنر عشان يحط لهم الاعلانات، وبالتالي بيجي له شيء كل شهر محترم. يعني في ناس بتجي لها $20,000 و$50,000 يعني، بنتكلم يعني ناس كتير، يعني ناس كتير خصوصا الناس اللي هم بيقدموا برامج وشو وكلام من ده، وبيقدموا حاجات مش هقول تافهه لكن حاجات يعني مش معنيه بالمجتمع، لكن بتجيب مشاهدات، بتجيب مشاهدات. هو يهمه كله ان هو يجيب مشاهدات، لانه على كل 1000 مشاهده بياخد فلوس، فكل ما يجمع مشاهدات اكتر كل ما ياخد الاف الدولارات. فبيعمل اي شيء بقى، يكذب، يحط صور، يحط مش عارف اخبار الفنانين، يحط مش عارف ايه كل الكلام ده. طبعا للاسف يعني كثير من الشباب بتستسهل بدل ما تعمل محتوى حلال ومحتوى يعني يفيد المجتمع. لا، بيقول لك ايه اللي بيجيب، يعني يجيب لك بقى الرقص ويجيب لك الفنانين ويجيب لك مش عارف ايه عشان يجيب مشاهدات بالملايين. تمام. وما ادراك ما السياسيين، طبعا كل واحد عامل برنامج سياسي وعمال يهجم في ده ويشتم في ده ويعمل عشان خاطر يجيب مشاهدات، مش عشان خاطر يقدم حقائق، لا هو عاوز مشاهدات وخلاص. فالمشاهدات دي بتجيب الاف الدولارات، عشان برضو اكون واضح مع سيادتك يعني. لكن انا كل ده يعني كل هذا الموضوع يعني انا هو يعني انا شايفه ان هو ما فيهوش اي مشكله، ما عدا الاعلانات اللي هي المخله بالاداب اللي بتطلع على القناه تحتك. هل انت يعني تقفل وتمنع الرزق اللي بيجي لك بسبب انه بيطلع مثلا يعني مناظر مخله، ولا استمر واشتغل وبقول يوتيوب هم السبب، هم اللي بينزلوا الاعلانات وهم اللي بينزلوا الحاجات ديت وانا ليس لي علاقة بهذا الموضوع؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أول شغلة، الآن أصبحت مسؤولية الإعلانات في رقبة الشركة المسؤولة عن يوتيوب. نعم. لأنه لا يمكن إيقاف الإعلانات، هذه أول نقطة. فبالتالي إذن المطلوب الآن من اليوتيوبر اللي يتحرى الشريعة أن يفلتر بقدر ما يستطيع. نعم. وكلما رأى إعلان يعني غير شرعي يكتب ملاحظته عليه، يعني أنه هذا النوع من الإعلان يعني غير مرغوب فيه أو يخالف توجهاتي. نعم. الأستاذ أو الشيخ الحسن بن الددو من علماء موريتانيا، العلماء الأجلاء، وأنا أنصح بالرجوع إلى يعني كاسيتاته و... نعم. يعني العفو يعني التسجيلات قال يعني ليس له طريق إلا أن يقدر تقدير كم نسبة الإعلانات المحرمة. يعني هو أكيد اللي خلينا نقول اللي عنده قناة يشوفها يعني. فقال هو قال أنه يقدر مثلا شقد 2% 5% 10% مثلا محرمة، هذه يطهر ماله، يتصدق بهذا المال. تمام. يسمى صدقة التطهير. هو صدقة بالحرام لا تصح، لكن صدقة التطهير. نعم. الحرام الذي لا يعرف صاحبه أو لا يمكن رده إلى أصحابه، إما للجهل بهم أو عدم الوصول إليهم، يتصدق به حتى يتطهر منه. لكن رأيت رد لي بعض الشباب بوقتها في جروب، قالوا لا يمكن لليوتيوبر أن يقدر. ليش؟ لأن اللي يظهر لليوتيوبر مش شرط هو نفس الإعلان يظهر لشخص آخر. بالضبط. وهذا شو الموضوع؟ نعم. فهنا أكو أيضا ملاحظة ثانية، أنه المستخدم هو يتحمل جزء، يعني شركة يوتيوب تتحمل مسؤولية الإعلانات، والمستخدم هو إذا هو يبحث عن هذه القضايا. نعم. هو يعني يبحث شو نسمي الخوارزميات، يعني تكتشف انه هذا الاي بي دا يبحث عن هيك موضوعات فيظهروا له الاعلانات اللي هو يبحث عنها. صحيح. اي فهو. نعم. ايضا فالله اعلم يعني بشكل عام يعني نقول لا نغلق ابواب
الرزق على الشباب بسبب يعني إلا إذا هو شخص عنده ورع زايد ويريد صافي 100%، لأن إحنا عندنا الفتوى والتقوى. الفتوى هو ما دام خرجت مسؤولية العناد، خرجت عن الشخص اليوتيوبر، عليه أن يفلتر ما يستطيع بقدر اجتهاده اللي تجباله. هناك ربما أشياء ما تفضل الدكتور ما تجي على البال. أرجع على المسألة اللي قلت لكم ذكروني بها، الصور أستاذ الكريم، الصور ليست محرمة لذاتها، لأنه إنما تحرم لمن نظر لأجل أنه يستمتع بشهوة محرمة. يعني نضرب مثل يعني من رخصة أخوان المستمعين وفيهم أخواتنا، يعني لا بأس في تعلم أحكام الشرع، النظر إلى مرأة عارية، إذا نظر لكي يستمتع نظر بشهوة، إحنا نقول هو آثم لأنه نظر بشهوة، أقصد الصور وليس المرأة الحقيقية. يعني نعم. نظر إليها بالحقيقة قالوا محرم لذاتي، حتى لو كان بسبب كبر سن أو كبر هرمونات، أنه يقول لك أنا ما عندي ميل ولا يمي ولا أعتبر مثل الحجرة. يقول له لا خلاص هو حرام لذاته حتى لو ما عندك شهوة. نعم. النظر إلى عورة، عورة طبعا رجل عورة، حقيقة. أما النظر إلى محاسن صورة، صورة مرأة، وهذا شلون صورة سواء متحركة فيديو أو صورة جامدة، محرم لما من أجل النتائج التي تؤدي إليها وليس لذاتها، وهذا شلون الموضوع. فبالنتيجة لو كان الإعلان عن شيء مباح، مثلا مادة غذائية معينة، وطلع بالإعلان مرأة غير محجبة، يعني شعرها ورقبتها ودراعها ربما، أو هي في الغالب مثل هذه الصور بسبب كثرتها أصبحت ما بها إغراء، يعني عادية. ما بها فتنة. يعني واضح شو الموضوع. صحيح. فلذلك يعني طبعا هذه نص عليها، حتى يعني الفقهاء ذهبوا إلى أبعد من ذلك، يعني قالوا النظر في المرآة يختلف عن النظر في الحقيقة. وهذا الموضوع يعني هو أقوال موجودة، لكن أنا أعتبر أقوال شاذة، يعني لا أتبنى، بس فقط للتوضيح. فالنظر إلى صورة لا يحرم لذاتي، وإنما يحرم إذا كان بنية التفرج الاستبداد بذلك، أو أنه يؤدي إلى فتنة وأذى في المجتمع. فهذا أيضا مسؤولية الشركة، ما مسؤولية اليوتيوبر الصورة. نعم. أما المحتوى مثل ترويج لخمر، ترويج لقمار، لا هذا موضوع آخر. ده بالنسبة لليوتيوبر ولا بالنسبة للإعلانات اللي بتيجي عن الخمر والقمار وكلام من ده؟ الإعلانات يعني ولا محتوى اليوتيوبر نفسه؟ اللي يفتح قناة يجب عليه أن يفلتر ما يرى أنه محرم. نعم. يقول الإعلانات الدينية أغلقوا لنا إياها. نعم. حتى لا يطلع لي واحد باشر مثل يقول يسوع ابن الرب مثلا. نعم. وانا اعتقد هذا كفر، ما اريد يظهر هذا. طبعا اكيد طبعا اغلق وهكذا. نعم. يعني تغلق ما تستطيع. يبقى اذا اعلان عن شيء مباح لكن بصوره، صوره مرأة غير محجبه، والله اعلم لا يحرم، يعني ليس فيه اثم وليس فيه اثر على العموله التي سيجنيها من هذا الطهور. ممتاز جدا، بارك الله فيك. يعني الحقيقة دي كلها يعني أمور دقيقة، يمكن ناس كتير ما فكرتش فيها، لكن إحنا عشان إحنا بننشر هذا العلم فيهمنا إن إحنا ننشره بالأسلوب الشرعي والأسلوب الحلال بأمر الله، عشان الناس ما تقعش في مشاكل إحنا بنعلمها وهم يعني ياخدوها بطريقة تانية، وإنه إحنا في الآخر إحنا اللي بنعلم الناس وناخد إحنا ذنبهم يعني. لذلك الحمد لله إن إحنا اليوم بنوضح لجميع الناس هذه الـ الأشياء يعني. طيب، هو في طبعا أسئلة مكتوبة عندي على الشات، لكن أعتقد كده يعني دكتورنا الحبيب يعني كده، هل في أي أمور أخرى يعني خاصة بال العمل على الإنترنت مثلا؟ يعني في بعض الناس
الحقيقة بتقوم بتشويه سمعة يعني أشخاص معينين على الإنترنت. هل يجب الرد عليهم على يعني صفحات بالمثل، ولا نقول الله يسامحك وخلاص؟ يعني ما فهمت، يعني تعليق سيء قصدك؟ نعم، تعليقات سيئة وشتائم نعم. واضطهاد لواحد معين أو لشركة معينة. هل طبعا أنا بتكلم عن النواحي الشرعية، إنما طبعا اللجوء إلى القضاء دلوقتي في جرائم الإنترنت في أمن الدولة ووزارة الداخلية في الشرطة، ممكن نصور كل الكلام ده ونقدمه لوزارة الداخلية وهم على طول بيجيبوا اللي بيشتم من قفاه زي ما احنا بنقول يعني. إنما الناحية الشرعية، هل أنا أرد عليه؟ هل يجوز أرد عليه ولا أسيبه يشتم وخلاص؟ نعم، بارك الله بك. هناك يعني مخير أنت، إما أنه تسيبه من باب لا سيما الشيء الذي لا يضر، مثلا شتم مجرد، يعني أكو ناس فقط يكتب كلمات بذيئة صحيح، ويعبر، أو شيء يعني عام مثل كذابين نصابين وسوالف ويش منكم كذا منكم. فهذا يعني يؤخذ من قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. خلي يلغي الكريم، لا يجيب كل واحد. نعم. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. نعم. إمامنا الشافعي رحمة الله عليه. نعم. إيه، فليس كل كلام يرد عليه، لكن إذا كلام فيه كذب أو افتراء أو تسقيط لشخص أو تسقيط لشركة، وأنت تعرف أن هذا الشخص رجل صالح أو هذه الشركة نظيفة وأمينة وصافية، هنا يعني يجب الرد، لأنه يخشى أن يدخل في قوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أي الشهادة، الشهادة هنا تشهد بما تعلم. نعم. ويؤسفني أنه كثيراً لا سيما على الفيسبوك يعني تسقيط الشخصيات المشهورة يعني على قدم وساق، يعني للأسف، وغالبا مبني على أوهام أو ناس تسمع من ناس أو حسد عيشة أو إلى آخره. لكن بعض الأحيان تعذر أنت في الرد بسبب كثرة الركام، يعني أنت إذا بس تتفرغ فقط للرد على هؤلاء يعني راح ربما تشوف أن وقتك راح يضيع. نعم. فقدر الممكن، قدر الممكن يعني أدي بعض الواجب في رد، طبعا بالأدلة، أو إذا أنت شخص معروف ومحترم والناس تأخذ بكلامك تقول يا أبا هذا افتراء وغير صحيح وأنا الذي أعرف غير ذلك. إذا كان يحتاج إلى بيان وتوضيح وأدلة وكذا يرد. يعني مثل إحنا طبعا الأخطر منها هناك طعون في الدين نفسه في الإسلام. نعم. فأنت لو قضينا عمرنا في البحث في الانترنت والرد على الطعون يخلص العمر وما لنا حق على الطعون، فاحنا ما ملزمين. لكن إذا صارت أمامي نعم، يعني قدر ممكن خلي أصرف شوي من وقتي في الرد على نعم الكذب والافتراء. أما اللغو والشتم المجرد، الله أعلم، السكوت عنه هو الأفضل. ممتاز. سؤال يعني خطر على بالي دلوقتي، مهم جدا ولازم يعني نمر عليه كده مر الكرام، وهو موضوع تداول العملات وتداول الذهب وتداول وبيسموها اللي هو تداول العملات الرقميه، يعني مثلا زي مثلا الفوركس، مثلا تداول العملات زي البيتكوين مثلا. هل هناك يعني شروط شرعية لاستعمالها؟ نعم، التجارة بالعملة قالوا تجارة مباحة بشكل عام، وبعدين أرجع على المارجن في الفوركس إلى أحكام خاصة. نعم. مباحة ليس فيها أجر، ليس فيها ثواب. لأن التجارة في الحقيقة فيها ثواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب لنا كالمتصدق علينا.
يعني هو يجيب بضاعة للناس، يبيع بسعر معقول، يسهل أمور حياة الناس، يعتبر نوع من أنواع الصدقة ويثاب على ذلك. أما المضاربة يعني التجارة من أجل الربح فقط، يتوقع الذهب راح يصعد يشتري، يتوقع راح ينزل يبيع، ما يقدم نفع للناس، هي تجارة مباحة ليس فيها أجر ولا وزر إن شاء الله إذا خلت من الربا. المارجن اللي هو الرافعة المالية، يعني أنا أدخل مثلاً $1,000 وأتداول بالعملة كأن عندي $100,000 أو $50,000. نعم. لأنه الصعود والنزول، يعني كما تعلم سيد الدكتور أنه ضئيل جداً، يعني جزء من السنت بعض الأحيان أو سنت سنتين، فما يعطي فد شيء. لكن لما أشتغل $100,000 تفرق لي طبعاً ربح وخسارة. فلذلك يعني منصات الفوركس العفو عرضت شيء اللي هو الرافع المالية ويسموه المارجن. المارجن هذا به خلاف، يعني بعض الفقهاء حرمه مطلقاً وبعضهم قالوا يجوز إذا كان بدون فوائد، لأن الحقيقة أو يسموه حساب إسلامي، يقول لك أنا أرفع لك رأس المال لكن لمدة 14 يوم، هاي المتعارف عليه 14 يوم بدون فوائد، يسموه حساب إسلامي يعني بدون فوائد. حتى هذا اللي بدون فوائد، بعض مثلا شيخنا علي القرداغي من علماء العراق الكرد، يعني وعالم بالاقتصاد ومستشار في كثير من البنوك، وممكن سيادة الدكتور يعني إذا يتعرف عليه ينفعنا إن شاء الله. نعم، يريد نعمل لقاء مع سيادة الدكتور علي طبعا. القرداغي، نعم، بارك الله بك. يحرم المارجن مطلقا، يقول لأن هو الرافعة صح، هو ما راح ينطيك عليه فوائد، بس ما أعطك إياها قرض حسن بوجه الله، وإنما أقرضك مقابل عمولات الصفقات، لأن كل صفقة يأخذ فيها عمولة. هو صح العمولة راح يأخذ على الصفقة، بس هو أعطاك حتى تدخل يا صفقة، يعتبر قرض جرى نفعا، فهو ربا. بعض الفقهاء يجيزه. بشكل عام الفوركس، وسيد الدكتور أنا جرب وفايت به الحقيقة ومشتغل به، ما ينفع الأذكياء، يعني مهما تكون ذكي أو منطقي، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. صحيح. يراد لشخص موهوب هبة أخرى غير الذكاء، اللي هي الحدس أو الفراسة العميقة، لأنه كل المؤشرات الفنية، حتى الأخبار، حتى الأخبار خبر تتوقع تقول هذا الخبر راح يصعد الدولار، وإذا تتفاجأ الدولار ينزل وما تعرف ليش. فكثير أشياء يعني خارج الحسبان. المهم تجاريا لا ينصح به، بأضرار نفسية، يعني هناك خصوصا إذا صار عنده مثل الإدمان، يعني يعني من أجمعها شيء على شيء لا يخلو من كراهة على الأقل، يعني مكروه أو إذا ما نقول حرام. نعم. آخر جزء اللي هو هل سيادتك عندك يعني أي خلفية شرعية عن البيتكوين مثلا أو ما شابه؟ دلوقتي في عملات كتيرة نزلت، حتى الحكومات الصينية بدأت تنزل يعني بيتكوين، بدأت تنزل كوين خاصة بهم. نعم، العملة الرقمية بذاتها كونها رقمية ليس فيه مشكلة شرعية إن شاء الله ولا بأس به، بس اعتراضات العلماء اللي حرموا العملة الرقمية قالوا لأنه لا يوجد دولة تتبناها حتى يعني تأمن على فلوس الناس، تتبناها يعني تمنعها من الصعود الغريبة والنزول الغريب. بالضبط. يعني بالضبط، فقالوا تشبه لعبة القمار، والله سبحانه وتعالى عندما حرم الميسر القمار، نعم، بسبب أنه الإنسان يتعامل بشيء ما يعرف نتائجه، يعني صحيح. يجوز يخسر أو يربح وبدون يعني ما يصعب التنبؤ بالنتائج. نعم، هذا يعني سر حرمة القمار، فقال هذه أصبحت مثل لعبة القمار. أنا ملاحظتي الفقير إلى الله أنه حتى العملات الحقيقية اللي دا نتعامل بيد دينار والدولار هي بيد عصابات وحيتان دولية،
وتتلاعب باقتصاد الشعوب و... نعم يعني العراق، نعم العراق كان بلد قوي بسنة 90 بسبب الحصار، قرار من البنك الدولي أنه قيمة الدينار العراقي يساوي صفر، يا الله. كسروا إيدي ورجلي، بلد كبير وبلد متقدم بقرار من بنك المركز الدولي. صح يعني احنا بغض النظر عن الاسباب السياسيه، واحد يقول لي صدام زين صدام مو زين، بس الشعب شعب كامل عانى الويلات لمده 13 سنه بسبب قرار جاء. فاقول يعني بعض الاحيان عدم سيطره الدوله وعدم سيطره البنك الدولي هي جانب حسن او جانب ايجابي يحسب للعمله الرقميه وليس جانب سلبي. يعني بعض المشايخ والفقهاء يقول لك لا، العملة لازم تكون عليها سيطرة عالمية وسيطرة من دولة. أقول هو وين يعني ما ظل يعني صحيح سيطرة عالمية أمينة نعم تؤتمن على اقتصاد الشعوب حتى نقول والله هذه إيه. فبشكل عام فقير لله أقول العملة الرقمية يجوز تداولها للحاجة، يعني أبيع وأشتري به، أشتري بضائع، أشتري نعم. مثل كورسات بالعملة الرقمية أيوة وأبيع بالعملة الرقمية أيضا، تداولها في رأي الفقير الله جائز، لكن تداول عملة بعملة مثل فوركس يعني لا أنصح به ولا أحرمه. تمام، بارك الله فيك شيخ، وضحت الأمور الحمد لله. أعتقد كده كل الأشياء الخاصة بالتعامل على الإنترنت طبعا هو في أسئلة يعني هي إحنا جاوبنا عليها، يعني في إخوة كاتبين أسئلة إحنا جاوبنا عليها، اللي هي الدروب شيبينج وهذه الأشياء ودي كلها إحنا جاوبنا عليها بالتفصيل حتى لا نرهق سيادتك مرة أخرى بهذه الأسئلة. عندنا هناك التسويق، يعني أكو شغلة يعني مو خافية على الناس، لكن من باب الموعظة والنصيحة والتذكير، يعني كثير من الناس يبالغ في وصف السلعة، ويا أستاذي يبالغ في وصف السلعة أو يصفها بغير الحقيقة والواقع من أجل، يعني وهذه فيها يعني نكير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر يعني من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فإحنا نصيحتنا أنه نخلي ثقتنا بالله، أن الرزق على الله، أن الصدق يدوم، الصدق والأمانة والنزاهة والدقة في البيع والشراء هي التي تدوم إن شاء الله ورزقها يدوم. أما الكذب فحبله قصير، سرعان ما يكتشف الناس الكذاب أو الغشاش. فيعني ينبغي أيضا توعية العاملين في مجال التسويق، يعني مثلا دي أكس أن لما بوقتها شباب كثير عراقيين يشتغلون بها ويسألوني، وأنا قلت رأيي فيها أنه جائزة بسبب لهذين السببين، أنه بضاعة حقيقية نافعة بذاتها وأسعارها معقولة، ما يضاف عليها شيء على السعر شيء زيادة. هناك جاءوا قالوا مو هذا يسوي نفسه طبيب ويقول هذا يفيد للسرطان وهذا يفيد للمرض الفلاني والمرض الفلاني، وهذا لا يجوز. يعني من تطبب وليس بطبيب، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. يعني إذا اعتمد عليك تقول له خلاص أنت روح أخذ المثلث الذهبي هذا سبيرولينا والفطر الريشي والمورنزي عند دي اكس ان، أخذ المثلث الذهبي خلاص أنت طيب، ولا تروح على الطبيب ولا توصل الطبيب ولا تأخذ دواء ولا تفحص أشعة. إذا أخذ بكلامي، إذا أخذ بكلامي ومات أنا أكون ضامن، لأنه من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. هاي أحد الأمثلة، يعني بمعنى المسوق يجب أن يكون صادق وأمين، ما يتكلم إلا فيما يعرف. العفو، هذا الملاحظة حبيت أذكرها. طب آخر سؤال دكتورنا الحبيب، لأن سؤال أنا شايفه شائك جدا جدا، آخر سؤال عشان حتى أنا عارف إن سيادتك تعبان وجاي من لقاءات تلفزيونية ومن اجتماعات، وبس مع أنا بعتذر لك لآخر سؤال. سؤال بيقول إن في أخ بيقول إن هو يعمل في شركة صناعية وبيتفق مع شركات أخرى لعرض منتجاتهم وخدماتهم على الشركة التي يعمل بها، يعني بيجيب ناس من بره
يعني بيجيب عملاء يشتروا من الشركة اللي هو شغال فيها، ايه تمام، والشركات اللي هو بيجيبها بياخد منها عمولة من ورا الشركة اللي هو شغال فيها. هل نعم دي فيها مشكلة؟ عارف وضحت الفكرة ولا واضح أعيدها تاني؟ واضح واضح. يعني هل دي تعتبر من المكافآت أو تعتبر مع يعني إذا كان يعني التسويق لهذه الشركة من ضمن واجباته أو مهماته ويأخذ عليها راتب، يعني بعض الشركات أنه عندها قصر نظر تعطي رواتب للمسوقين وما تعطيهم حوافز نعم على كثرة البيع، لا يجوز أن يأخذ عمولة. لا يجوز، لا خلاص، حتى لو كانت من باب نفسه المكافأة. يعني نفسه نفترض الشركة اللي هو جابها هو عشان عرف الشركة دي على شركته، فالشركة عطت له مثلا مكافأة 1000 جنيه 2000 جنيه، قال لك خد دي ليك انت عشان عرفتنا على شركتك او على الشركة اللي انت شغال فيها. هل يرفض اخذ هذا المبلغ؟ ولا يعني يعني إذا مثلا في بعض الصيدليات وبعض بتاع شركات الادويه، تمام، بتنزل ادويه للصيدليات، فبيدي هو شركه الادويه بيدي مثلا حوافز للعاملين اللي هم بيبيعوا الادويه جوه الصيدليه عشان يبيعوا الادويه بتاعته هو. يعني لو جه حد سال عن شيء بيقول لك اتفضل، او مثلا دكتور معين، يعني حاجات كتير دي، او دكتور مثلا فبيكتب دواء لشركه ادويه معينه عشان هو الشركه تديله نسبه على اي فاتوره تطلع او اي روشته تطلع من عنده من العياده، بس يكتب دواء هذا المصنع، مصنع الادويه. طبعا ده موجود في كل الدنيا كلها، الطبيب للاسف بيبيع ضميره ويكتب دواء لمصنع عشان بيديله نسبه على كل فاتورة بيطلعها أو كل روشتة بيطلعها، وممكن يكون هو عارف إن في دواء أحسن من ده، بس لا يكتب له الدواء ده عشان خاطر هو بياخد نسبة من المصنع. أعتقد ده برضو يعني ممكن يكون هو يقصد يعني هذا الموضوع. هذه مو يعني فيها رائحة الرشوة. نعم نعم، وهي أدت إلى هذه الأمور، يعني أصبح أطباء يذكرون يعطون دواء زيادة المريض ما محتاجه. صحيح، مثل فيتامينات مقويات، كثير من مرضى أمي ما يعرف هذا شنو، او يقول له روح اعمل اشعه او اعمل تحاليل، هو مش او محتاج يدلي اشعه على او تحاليل. الصيدليه الغاليه وما يدلي على الصيدليه الرخيصه، لانه هذا يعطيه مكافاه وذاك ما يعطيه. صحيح. لما نرجع لموضوع الاخ اللي سال، عشان هو واضح ان هو هذا الموضوع يؤرقه، يعني المهم هل الشركات اللي هو بيجيبها يعني ممكن اللي هم عطوه له هو ما بيفرضش عليهم ويقول لهم انا عاوز منكم نسبه، هو هم بيدوا له مكافأة عشان هو عرفهم على الشركة اللي هو شغال فيها، هل يجوز ياخذ وهي هذه المكافأة؟ بعض الأحيان، شوف أضرب لك مثل يعني، وهي ربما صورها كثيرة. مثل هو بهذه الشركة هو عضو في لجنة مشتريات، يعني عضو. نعم. يعني من تريد الشركة تشتري شيء اللجنة تروح تشتري. نعم. فاللجنة شيء يروحون على المحلات، على أول دكان أو شركة أخرى أو أي شيء، ايش تعطينا مكافأة، احنا مندوبين نشتري للشركة. فواجب لجنة المشتريات تحري الرخيص والزين. نعم بالضبط. يعني الجودة مع السعر المناسب. نعم. هو لا، راح يروح اللي يدفع له أكثر. بالضبط كده. بصير بيها معنى الرشوة. نعم. واضح شو الموضوع؟ نعم. هذه يعني واحدة من ثغرات اللي تدخل بالمر. فإذا هو واجبه أصلاً، واجبه هو لجنة مشتريات، ما يصير يأخذ. أما إذا هو مو واجبه لجنة مشتريات، يعني أنا أشتغل مثلاً كاتب عندهم، مثلاً كاتب أو أقدم شاي، وشفتهم يبحثون عن بضاعة معينة، أقول لهم أنا أدليكم على شخص يجيب لكم وأروح أخذ منه عمولة، ماكو مشكلة، بس من تكون من صميم واجباته راح تدخل معنى الرشوة. واضح شو الموضوع؟ طيب نعم. لو هو جاب شركه تبيع له او تبيع للشركه اللي هو فيها وجوده عاليه واحسن سعر، والشركه عطت له مكافاه
اللي هو الشركة اللي بتبيع بدون اتفاق سابق، إذا هو مشى على الأصول اللي هي يجب على الموظف المشتريات أن يتحرى البضاعة الجيدة والمناسبة بقدر الإمكان، يعني نعم. يعني يتحرى يتحري نعم. وذاك أعطاه مكافأة بدون اتفاق سابق، ما بها أي إشكال إن شاء الله تعالى. ممتاز جداً. يعني نرجو ان احنا نكون وضحنا للاخ هذه النقطه، لان هي السؤال ده ناس كتير بتقع فيه في الشركات اللي شغاله، زي موضوع النسب وموضوع هذا الموضوع. اولا يعني انا طبعا بشكر سيادتك استاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز العاني، اخونا وحبيبنا واستاذنا، ولا نستغنى عنك ابدا في اي فتوى وفي اي أمور شرعية تخص البيع والشراء إن شاء الله. وإن شاء الله لو في أي أسئلة عند الإخوة يبعتوها لنا على الواتساب أو يبعتوها للدكتورة شهيرة مديرة التدريب والزوم إن شاء الله، وإحنا نرد عليكم. وهذا التسجيل بأمر الله سيتم عمل مونتاج لي غدا، وسوف يتم رفعه على قناة اليوتيوب ونبعتها لحضراتكم جميعا إن شاء الله. سيادة الدكتور، عندك أي تعليق آخر أو أي شيء خاص بالإنترنت أو البيع على الإنترنت، ولا إحنا كده يعني كلمنا في تقريبا في كل شيء؟ والله أنتم كيفكم دكتور؟ إذا الوقت يسمح يعني أكو بعض الأسئلة ممكن أمر عليها سريع. نعم، أنا شفت الأسئلة اللي هم كاتبينها، منهم 4 أسئلة سيادتك جاوبت عليهم. انا ما زي مثلا ناس بتسال عن الفوركس، وناس سالت عن ثواني كده، في حاجه اسمها مش عارف ايه، سلوانا دايموند يعني مثلا هي تشبه دي اكس ان بس عندها مشاريع يعني اكثر وما يشترطون عليك التسويق، يعني يعني هي نوع من التسويق الشبكي الحلال ان شاء الله تعالى. يبقى هذا ليس توثيق، يعني مو أن الشركة ثقة ولا مو ثقة، هذا ما أعرف. الفريلانسر مثل قضية السلم، يعني مثل ما أكو بيع بالذمة أكو إجارة بالذمة، يعني إذا هذا العمل ممكن يقوم بأي شخص آخر فهذه تعهدات، يعني جائز أنت تتعهد مثلا بطباعة كتاب أو تصميم برخصة الدكتور وياي. نعم. وتروح تبحث من ينجز لك هذا العمل، انت لا ليس عندك امكانيه انجاز هذا العمل، ما يحتاج تستاذن من الطرفين. نعم، ما يحتاج. نعم، بس انت المسؤول، يعني اذا العمل طلع ما مناسب انت المسؤول يعني، وليس الشخص اللي انجز. هو في سؤال في الاول خالص بيقول عقد المرابحة الآمر بالشراء كيف أستخدمه لتمويل عملي؟ يعني بيقول ما هي ضوابطه؟ نعم، إيه هذا يعني بديل عن القرض الربوي. نعم، يجي على شخص يقول له والله أنا شخص متمكن عنده سيولة نقدية وأنا ما عندي سيولة نقدية، أقول له أنا عجبتني سيارة بهذا المعرض، فإذا يعني أمكن تشتريها، إذا اشتريتها أنا أشتريها منك بالأقساط. بالآجل، آجل أو أقساط. مع وضع يعني أرباح زيادة أو مبلغ. مع زيادة، مع زيادة. مع الزيادة. نعم. كأنها تقسيط يعني. هنا يجب عاد هذا الممول اللي يسميه ممول هو. نعم. يشتريها لنفسه ويتحمل مسؤولية شرائها. وبعدين يبيعها مثل الآن الزبون يبيعها إلي، بحيث إذا طلع فيها عيب السيارة أو طلع بها مشكلة أو طلعت مسروقة أو أي مشكلة، ما أروح على أبو السيارة الأول، أجي على هذا الشخص الممول اللي اشتراه وبعنيها، يعني هو يكون مشتري وبائع حقيقة، مو بس يدفع فلوس. يشتري بالنقدي يعني بثمن عاجل ويبيع بثمن آجل بأكثر، هذا جائز. أنا أروح هاي السيارة أستخدمها أو أبيعها وأخذ فلوسها، هو هذا يسموه عقد المرابحة للآمر بالشراء،
يعني عند الجمهور جائز وإن شاء الله ما بي إشكال. ممتاز جدا جدا. في كمان حاجة تانية؟ تمام، فريلانسر خلاص وتنفيذ مما اعترضنا في شغلنا. يعني هو طبعا بيتكلم على حاجة، على حاجة تانية اللي هي موضوع الرشوة. يعني في رشوة جائزة ورشوة طبعا غير جائزة حسب ما أنا سمعت. يعني هو بيقول هنا يعني في بعض الأحيان، وهو يعني في موضوع البيع والشراء والتصدير والاستيراد والجمارك ومش عارف إيه، الموظفين بيطلبوا رشوة عشان خاطر يعملوا العمل بتاعهم. هل يدفعوا الرشوة دي عشان يخلص شغله في الجمارك، أو يعني يخلص شغله في الضرائب، أو يخلص شغله وهو بياخد حقه طبعا؟ يعني هو ما بيدفعش رشوة عشان ياخد شيء مضر. سيادتك نعم. تعلم يعني بعض الموظفين ربنا يهديهم، يعني هياخد، يعني هياخد صح غلط لازم ياخد، يا اما يوقع لك الدنيا ويبوظ لك الطلبيه ويوقف لك الدنيا كلها. فهل هذا جائز ان هو يدفع رشوه؟ نعم، الآخذ آثم والدافع معذور. الآخذ آثم والدافع معذور. اللي يدفع معذور، يعني ليس عليه إثم. نعم. إذا ما كان فيه منافسة، لأن إذا شيء فيه منافسة، يعني هم مثلا هذا شيء مخصص لخمس أشخاص ومقدمين عليه 10 أشخاص، اللي يدفع هو يأخذ، هذا لا يجوز، لأنه سيأكل حق الغير. مثل الرشوة على التعيينات، مثل الوظيفة، لا يجوز. أيوة صحيح، لا يجوز. نعم، لأنه راح يزاحم ناس آخرين. نعم، يأخذ حق ناس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم. ما دام بيأكل حقوق الناس لا يجوز. أما ما بي حقوق ناس، مثل هي وثائق، استخراج وثائق، أو يعني هي رسمية، كل شيء ما بيها أي مشكلة، بس هو الموظف يريد يستغلها، خلاص إذا أعطيته هو على إثم الرشوة وأنا معذور، يعني مثل أصبحت يعني مثل الإكراه. نعم. هو إكراه بمعنى الإكراه، لكن أنا أسحب حق ولا أحصل حقي إلا بهذه الطريقة، هذا ليس على الدافع شيء. تمام، خير إن شاء الله. ما هي قواعد؟ نعم، قواعد التعامل مع المرتجع من رصد، يعني هو إذا فيه عيب، هنا خيار العيب، يوجد خيار العيب، إذا فيها عيب يرجع، إذا البايع قال له هذا ليس بعيب نرجع إلى أهل الصنف، أهل الصنعة، يعني نحن نسمي أهل الصنف باللهجة العراقية. نعم. بمعنى الخبراء من أصحاب هذا النوع من التجارة. نتحاكم يمهم، هل هذا يعتبر عيب يرد به السلعة أم لا يعتبر عيب؟ نعم. هذا إذا اختلفوا. وأكو نوع ثاني، خيار الرؤية، هذا فقط عند الحنفية. عند الحنفية يجوز أن تشتري شيئا لا تراه، وبعد أن تراه لك حق ترجعه. من اشترى شيئا لم يره له حق الإرجاع بعد الرؤية. فعندنا بس هاي الاثنين نوعين، خيار العيب وخيار الرؤية. ممتاز. بعد ذلك عندما أبيعها أونلاين أعيدها لهم. والله في أسئلة محيرة شوية يعني. إيه. يشتري بعض القطع من الشركة وبعضك عندما أبيعها أونلاين أعيدها لهم من مش فاهم السؤال الحقيقة. يعني تعيدها إذا غصب عنه ما يصير، أنت اشتريت ما يصير ترجعها بعد. إلا برضاه. وحتى السؤال الثاني، هل دفع فلوس لشركات الأدسنس من أجل إحضار زبون لشراء منتج أفليت وربما الزبون يشتري يعني يرفض، هل هذا المبلغ أذى إذا تم؟ ماكو شركات أدسنس، أدسنس هي شركة محددة جوجل. بس شو يقصد شركات ادسنس ما اعرف. وانا الحقيقه السؤال، يعني السؤال مش فاهمه. يا ريت يبعت لنا على جوجل، على الواتساب، يعني انت اذا تقصد مرخصة الدكتور، يعني اذا يقصد يعني يدفع فلوس لجلب زبائن سواء اشتروا ام لم يشتروا، هذا جائز.
هذا جائز، يعني يقول له جيب لي ناس بس تشوف البضاعة مالتي، بس تتفرج عليها وتشوفها ونعطيك مكافأة. يعني في جائز بعض هذا نوع من كده أنواع التسويق. انا تسويق كده كده فهمت هذا يقصد. حسابك. نعم، لان في نوع من انواع الافيليت يقول لك انا هديك فلوس بالزيارات، بس هات لي زيارات للموقع بتاعي، مالكش دعوه انت بالشراء والبيع، هات تمام لي زياره بواحد سنت، هديك واحد سنت على كل زياره. هل ده جائز؟ إيه، جائز جائز ممتاز. نعم. البطاقات الالكترونيه بعض التفاصيل في نسب التحويل والشحن وغيرها، ده عاوز شرح. لا ده عاوز شرح، مش يعني هذا يراد لمحاضرة بحد، بس بشكل عام عمولة التحويل جائزة. نعم عملة التحويل جائزة. نعم، هل فتح شركة أو حساب بنكي بأمريكا لسهولة عمل التجارة الإلكترونية والعمل على الإنترنت حلال؟ أمريكا أو إنجلترا ساعات بنعمل إحنا شركات هناك عشان نفتح حساب باي بال، لأنه مقفول في بعض الدول العربية وهذا الموضوع. يمكن يقصد يستخدم في بي ان، من شو اسمه هذا اللي نعم يخفي حقيقة. الله اعلم نعم ايش تقصد، لو غير شيء. بيستخدم في بي ان عشان يفتح شركات بره، او يفتح شركه بالفعل. يعني في شركات بيفتحها في امريكا اللي هي الاوف شور، تمام، او بيفتحها في انجلترا، ومن هناك من هذه الشركه يقدر يفتح حساب بنكي او يفتح حاجه ويستخدمها في موضوع الحركات الماليه وتسهيل شغل الماركتنج. يعني إذا يفتح شركة بشكل رسمي ومكشوف وواضح ما بها أي إشكال، تمام. ولا سيما إحنا مع الأسف نعم بلادنا العربية محرومة من للأسف. كثير امتيازات تتعلق بالإنترنت. حكم العمل مع وسيط للإعلانات عن منتجات شركات مثل الروبوت إي ماركتينج. اي ماركتينج هذه مشكلة، يعني صارت بها الآن توقف السيستم، وناس تقول نصابة وناس تقول اي ماركتينج. هو اي ماركتينج اي يدعون ماركتنج. ان عندهم روبوت يبحث عن اي تخفيضات في اسواق الانترنت، اي تخفيض يلتقطه نعم ويستفيدون من هذه التخفيضات. فانت تخلي مبلغ من المال وجزء من الارباح، هذا الاعلان مالهم هكذا. هذا الإعلان مالهم صحيح وجائز، أما الشركة هل هي صادقة أو نصابة؟ الحقيقة من توقف السيستم مالهم صار شك. هم لم يهربوا يعني ويختفوا، لكن صار لهم أشهر يعتذرون من اللي حطوا فلوسهم. الآن فلوسهم مجمدة اللي مشتركين بهاي آي ماركتينج. يعني هو هنا بيتكلم على الدروب شيبينج عن طريق امازون. هو احنا اتفقنا ان الدروب شيبينج عموما حلال طالما ليس مخل يا ريت الاخ اللي سأل السؤال يرجع لاول المحاضره، يعني هيعرف موضوع الدروب شيبينج ويعرف إن شاء الله. نعم، عشان حتى لا نعيد مره اخرى. يعني ما حكم تبديل العملات في السوق السوداء واخذ هامش الربح من الدينار الى الاورو، زي ما بيحصل كده مثلا في الجزائر، تمام، عاوز مثلا يحول لي دوره مثلا ب 60 دولار بس ما فيش تحويل من الجزائر، فيضطر هو يروح يشتري من السوق السوداء، بدل ما مثلا الدينار بمثلا الدولار مثلا ب 170 ياخد الدولار ب 200. ايه هل نعم، حكم، ما حكمه؟ يعني هو بالنسبة له هو جائز إن هو يعمل كده؟ هو مصطلح السوق السوداء يكون بالضبط. عندما الدولة تتحكم في يعني نشاط اقتصادي معين، فأي نشاط خارج القانون يسموه السوق السوداء. إذا هذا المصطلح حسب ما تعريفي إليه، إذا هو هيك، إذا هكذا كان المصطلح، يعني هذا هو هكذا يعني، فالراجح عدم الجواز. بعض الفقهاء يقول لك هذا تعسف من الدولة أنه تحدد نشاطات الناس، وبعضهم قال لا، ربما منعوها لمصلحة معينة، لمصلحة عامة. فالأورع عدم الخروج عن رأي السلطان وعدم ممارسة أي نشاط ممنوع، وبعدين ربما يؤدي نفسه ويتعرض للعقوبات والسجن، وأيضا إيذاء النفس لا يجوز. نعم، أعتقد إن إحنا يعني جاوبنا على
الأسئلة. هو يقول لك أنا فهمت فاهم الدروب شيبينج، لكن سؤالي عن عملية الشراء للعميل والإرجاع للبائع الأصلي. هو بالدروب شيبينج إذا من النوع الأول اللي هو مستأذن اللي هو الوكالة، إحنا قلنا يعني مستأذن من المنتج وقال له أنا أشتغل عندك طريقة دروب شيبينج، خلاص ترجع للبائع الأولي للمصنع مثلا متعاون المصنع. أنا مثل الوسيط، المشتري اللي اشترى مني يرجع للمصنع إذا أكو إشكال في السلعة. أما بالطريقة الثانية طريقة السلم، يعني أنا لم أبلغ الشركة بأن أشتغل، وإنما أنا متعهد تجهيز. أنا أعلن للناس أن أستطيع أن أجهز مادة مثلاً الكحول الطبي مبلغ كذا وتصلكم له، وتعاملت واحد اشترى مني. لما أروح أجيب الكحول من أي مكان، أنا حاطب عقد شركة معينة، لكن مهم أجيبها من أي مكان، طبعاً ترجعها يمي ما ترجعها للشركة الأصلية. يعني في التعهد التجهيز أو بيع السلم، شرحنا السلم قبل شوية، الوسيط أو بائع السلم هو المسؤول عن إرجاع السلعة إذا فيها مشكلة. أما في الدروب شيبينج اللي هو وكيل، لا طبعا ترجع إلى البائع الأصلي. البائع الأصلي، نعم صح. تمام دكتورنا الحبيب، جزاكم الله خيرا، ونتمنى إن شاء الله يكون في يعني محاضرات قادمة مع حضرتك لنناقش فيها أمور أخرى إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى يعني، وإن شاء الله قبلك نتقابل قريبا بأمر الله، و يعني ما أعرفش يعني. إحنا بيقول الأخ، ما هو حكم الجمعيات النسائية؟ وطبعا بعيد عن موضوعنا شوية، بس أنا ما أعرفش، بقول لك ما هو حكم الجمعيات، يعني جمعية مثلا المرأة، مش عارف إيه جمعية ال ما أعرفش يعني هو قصده إيه يعني. نعم، هو يعني سؤال فيه غموض، لكن يعني أكو احتمال، يعني يقصد جمعيات تهتم بالمرأة. نعم، فهذا حسب نشاطهم. وشنو نشاطهم؟ والجمعية ما لها حكم، الحكم في النشاط بالضبط. وربما يقصد الحركة النسوية الآن اللي ظهرت بالغرب، الحركة النسوية حركة هدامة تسعى إلى هدم الأسرة، إذا تقصد هذه ما أعرف. أكو جمعيات الحركة النسوية ظهرت في الغرب، تمرد على الرجل، تمرد على الزواج، دعوة للمثلية، أن المرأة تكتفي بالمرأة، العفو ولا حياء في التعلم جنسيا. نعم. للاستغناء عن الرجل. نعم، هاي الحركة النسوية إذا تقصد بهالمعنى، وهذه مع الأسف هناك جمعيات نسوية ما تصل عندنا في العراق، ما تصل إلى درجة الشذوذ أو المثلية، لكن دائما يعتبرون المرأة تحقق بطولة عندما تتمرد على أبيها وعلى زوجها، وأصبحت حالات طلاق كثيرة جدا بسبب هذا النوع من الجمعيات، نسأل الله أن يدفع شرهم، بحجة أنه مصلحة المرأة وأن تكون حرة وشجاعة وسرعة وتحقق بطولات، وبطولتها هي فقط تهجم بيتها وتتطلق من زوجها. صحيح، بارك الله فيك. سؤال يعني تذكرت سؤال بخصوص الخصوص، الزواج عن طريق مواقع الإنترنت هل يجوز؟ التعارف والإعدادات الأولية جائز، لكن يعني نصيحتي أنه من يخاطبك وراء الإنترنت هناك أشياء كثيرة غامضة وأسرار يعني تخفى عليك، ربما تندم. أما العقد نفسه، عقد الزواج، يجب أن يكون حضوري، عقد الزواج يكون حضوري أو يوكل ناس، بس لا ينصح به، راح كثير يعني تخفى عليه أشياء اللي من خلف الستار يتكلم معك مرأة أو رجل، يعني صحيح تقع مشاكل، وفي مصايد كتير، ناس كتير بتقع في المصيدة وفي شبكات دعارة وشبكات سياسية وشبكات إرهابية من وراء هذا الموضوع الحقيقي. هنا شاكر دي يوضح سؤاله عن الجمعيات النسائية،
هو ليش سميها أخي جمعيات نسائية؟ أنت توضيحك يختلف عن كونها جمعيات. هذا اللي يسمون المشروع، إن كل واحد يدفع مال كل شهر وبعدين المجموع يرجع لهم دوري يعني بشكل شهري. سوري، هو بيقول لك الجمعية ما خاص بالنساء، احنا الرجال هنا يتعاملون فيه. لا هو وهو لا هو هنا بيقول الجمعيات، هو واضح ان هو من مصر تقريبا. احنا في مصر السيدات بيعملوا جمعيات مع بعض في الشارع، يعني يدفعوا كل شهر 1000 جنيه، وكل شهر واحدة بتاخد مثلا 10,000 او 20,000، جمعية بيسموها جمعية. ايه الجمعيه الحقيقه فيها خلاف للامانه، تكييفه الفقهي للي ياخذ، اللي ياخذ اول واحد مقترض، اللي ياخذ او اخر واحد هو مقرض، اللي ياخذ بالوسط هو مقترض ممن سبقه ومقرض لمن بعده. يا رب طلع الموضوع يعني كبير، يعني موضوع الجمعيات ده. نعم، فهو يعني جائز، جائز على الراجح جائز، هناك من منع. يكون بالقرعة، يكون بالقرعة والتراضي، تمام. يعني التسلسل اللي يستلم. نعم نعم، هو ما بي مشكلة، أنت اللي راح تدفع راح تأخذه كما هو بدون زيادة ولا نقصان. صحيح، ما بي مشكلة. نعم، ليس قرضا جرى نفعا، لا. نعم، شاكرين جدا ومقدرين وقت حضرتك، وشكرا، ونشكر كافة الحضور والإخوة الذين حضروا معنا اليوم ومقدرين وقتهم الثمين للاستفادة من هذه المحاضرة. ونشكر السيد الأستاذ الدكتور العالم الشيخ شيخنا الحبيب الشيخ محمود عبد العزيز العاني، رئيس مجلس علماء العراق ورئيس الفتوى بمجتمع الإنترنت الرقمي. ونشكر الأخت شهيرة والإخوة الذين قاموا بإعداد وفتح هذه المنصة، ونعد الإخوة بتسجيل هذه الورشة أو هذه المحاضرة وإرسالها لكم إن شاء الله خلال يعني يومين إن شاء الله. وشكرا جدا دكتور محمود، ونراكم قريبا إن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله، ولكم الشكر، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.